هذا ويأتي معرض الطيران الدولي فرصة للاتصال وبناء علاقات ذات قيمة مضافة، حيث يستقطب المعرض أحدث أشكال التكنولوجيا في مجال صناعة الطيران، وتفعيلا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية تشارك وزارة الداخلية بمختلف الإدارات المعنية في المعرض. انطلق معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته السادسة، والذي يشكل إحدى حلقات الحضور البحريني المتميز، إذ يعد المعرض منتدا للفكر الريادي وساحة للإبداعات والاختراعات في قطاع الصناعات والتقنيات الجوية المتقدمة وابتكارات صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم. وفي هذا الإطار تشارك وزارة الداخلية من خلال عدد من الإدارات المعنية في فعاليات المعرض. نقدم لهم أهم مهام وواجبات قيادة طيران الشرطة ووزارة الداخلية كضوء اللي هو الشراكة المجتمعية اللي تمشي على نهج الوزارة. إن احنا نكون متواجدين هنا على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات في حالة الاستيراد والتصدير، ويتم تفتيش البضاعة ومعايناتها وتسليمها في نفس الوقت حق الفرق المشاركة بدون غير تأخير. تأتي مشاركة الإدارة العام للمرور في معرض البحرين الدولي للطيران من خلال عرض أبرز الآليات المزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الذكية والكاميرات، وذلك لرصد المخالفين مروريا والاستعلام عنهم، وأيضا مشاركة الإدارة من خلال الركن المروري التوعوي للأطفال بعرض له المشاريع التوعوية المروري للطفل بطريقة ترفيهية وتعليمية. الآليات حاليا عندنا تقريبا ما يقارب 6 أو 7 آليات خاصة بالدفاع المدني، تكون على هب الاستعداد للتعامل مع بلاغات الحرائق أو الإنقاذ، سواء كانت حسب بلاغات متلقية حسب الحركة الجوية أو حتى كانت بين الجماهير الموجودة في المعرض. مشاركة الوزارة السنة تكون عبارة عن مختلفة تماماً عن السنوات السابقة، حيث أن تم استخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر، ومن خلال هذه التكنولوجيا يمكن لكافة الجماهير المتواجدين حالياً في المعرض أنهم يتواصلون مع الإدارات الخدمية في وزارة الداخلية مثل شؤون الجمارك وإدارة العمليات ومركز الأمن الوطني السبراني، بالإضافة إلى خفر السواحل. ويتمتع معرض البحرين الدولي للطيران بثقة كبيرة وقدرة على جذب العديد من الشركات التجارية العالمية، فهو داعم لاستراتيجية النقل في مملكة البحرين، حيث يعمل على تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للنقل والخدمات اللوجستية وبوابة للسوق الإقليمية الأكبر ومنصة للقاء الصناع الرئيسيين في المنطقة والعالم.